الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع من علم التسويق ما يسمى المزج التسويقي Marketing Mix، أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبتي حيثما كنتم وعلى بركة الله نبدأ. لكن قبل ذلك أحب أن أؤكد بأنني قدمت مقطعا سابقا عن ما يسمى الاستراتيجيات التسويقية والعناصر التسويقية الأربعة The Four P's. هل الآن إن شاء الله سنتوسع بها إلى سبعة وعلى بركة الله نبدأ. الآن يعرف المزيج التسويقي Marketing Mix بأنه توليف Combining، توليف يعني تخليط أو شو مكان، أو خلط العناصر، إما توليف أو خلط العناصر التسويقية اللي هي Marketing Elements بواسطة المنظمة للشركة أو المؤسسة أو المنشأة، الشركة أو مؤسسة الأعمال Business Organization، لتمكينها من تقديم ما يتوقعه الزبائن. إذن الماركتينج ميكس هنا مزيج تسويق، الماركتينج ميكس هو أن تقوم المنظمة أو الشركة أو مؤسسة الأعمال هذه بخلط العناصر التسويقية من أجل أن تتمكن من تقديم ما يتوقعه الزبائن. سمي المزيج التسويقي لأن عناصر التسويق في هذه الحالة تعمل متعاضدة متكافلة، أي أنها تقوي بعضها البعض، إذا متعاضية مع بعضها البعض من أجل تحقيق أهداف الشركة. وقد تعرف علماء التسويق على ما يسمى عناصر التسويق الأربعة The Four P's، وهي Product, Price, Place, Promotion، المنتج، السعر، المكان الذي يسوق به أو تباع به البضاعة أو الخدمة، والبروموشن اللي هو الترويج. الآن هذه الأربعة التي ذكرتها في المقطع السابق وعيد تكراره هنا وكررها حتى يتمكن الطالب من معرفة ما الذي يجري. إذن المنتج product والبضاعة والخدمة التي يشتريها الزبون، نفترض بأن هنا سلعة ملموسة، يعني قد تكون خدمة مهندس، خدمة شفوية، شو مكان. المهم هنا المنتج، يليها هنا بالأهمية طبعا كليات المهمات على نفس القدر، لكن هكذا يعني رتبها العلماء قبلنا. فهنا السعر برايس هو الثمن الذي يدفعه الزبون، اوكي، يعني الان منظر للشيء الذي يشتريه الزبائن او خدمه. هنا السعر بالدينار بالدولار بالجنيه مهما كان. ثم يلي الان المكان بليس، اين وكيف يصل المنتج الى الزبون، حطينا هنا بس تمثيل هنا عن اللوكيشن او الموقع يعني المتوقع. واخيرا الترويج، هنا الفور بيز هو الترويج، اي الترويج كيف تجد الشركه الزبون وكيف يمكن اقناعه، اي الان طبعا من خلال اعلانات تخفيضات وما شابه. هنا تكاملت الدوره بين الاربعه الاساسيات الاربعه من المزيج التسويقي، لكن طبعا اضاف لها علماء اخرون اتوا فيما بعد ثلاث عناصر اخرى. لكن قبل ذلك أؤكد على أنه هذا المزيج التسويقي اللي هو The Four P's بنسميه إحنا. إذن الأساسيات الأربعة هي المنتج والسعر والمكان والترويج. هذا المنتج بضاعة خدمة أو السعر طبعا، هنا المكان، وهنا الترويج. أوكي، نتابع على بركة الله. بالنسبة للترويج أرجو الانتباه هنا، هاي المزيج الترويجي عندي هنا Promotion Mix. أوكي، في هناك طريقة يعني عندي عدة طرق الترويج، لكن الدعاية والإعلان واحدة منها، البيع الشخصي واحد منها، ترويج المبيعات إلى منها، أوكي، علاقات عامة واحدة من الطرق اللي هي علاقة عامة، المنشأة أو الشركة لها علاقات عامة مع الناس، التسويق مباشر. فهذه الآن المزيج الترويجي، أوكي، جزء من المزيج التسويقي. نتابع. أضاف علماء التسويق والمختصون في هذا الحق ثلاثة عناصر أخرى إلى عناصر المنتج والسعر والمكان والترويج لتصبح سبعة عناصر The Seven P's. كانت قبل قليل Four P's، أربعة، الآن Seven P's كما يأتي. الآن إثبات وجود الشركة رقم خمسة، هو مهم جدا إثبات وجود الشركة والمنتج، لأن في كثير من المنشآت الشركات التي تدعي وجودها لكنها بتكون مضللة كاذبة أو المنتج غير موجود وهكذا فقط من أجل النصب والاحتيال. فهنا يجب أن يتأكد الزبون من وجود المنتج، أين وكيف يحصل عليه، وذلك بواسطة عنوان واضح، وصولات البيع والفواتير، وقد يشمل
شهادات بعض الزبائن الموثوقين. ستي الناس، من هم الناس يعني المرتبطين هنا بالمزيج التسويقي؟ هم المرتبطون بالمنتج. الناس المرتبطين بالمنتج تشمل أناس متعددين مثل موظفي العلاقات العامة، الزبون نفسه، البائع الذي يعني قام بمكان الشركة أو المنشأة، يعني كأنما نتحدث الآن عن مصنع أعطى بضاعته لبيعين التفرقة أو التجزئة نسميها احنا، أو بائعي الجملة. ويشمل كذلك موظفي الإنتاج production staff والمدراء، المصممون هنا حضور المصممين، الموردون كمان موردين، الناقلين transporter، شركات الدعاية وما شابه. فإذا مهم جدا الآن جزء من المزيج التسويقي رقم 5 إثبات وجود الشركة المنتج، رقم 6 الناس، لأنه هذول يجب الآن أن يتعاضوا مع بعضهم البعض حتى. وأخيرا عمليات process تشمل خبرة الشركة في عمليات الإنتاج والبيع منذ أول وحدة من وحدات الإنتاج باعتها وحتى اللحظة المحددة مثلا، وتبدأ من أين وكيف يشتري الزبون المنتج، والعلاقات والخدمات البعدية بسمية post sale services في حال وجودها وضرورتها، ويجب أن تتم بمهنية عالية وبأقل التكاليف. هنا كل خلل يحدث في أي عنصر من هذه العناصر يؤدي إلى تراجع الشركة، تراجع مبيعاتها، ربما سمعتها أنها تدهور. نكمل على بركة الله. الآن كل عنصر من أساسيات المزيج التسويقي يتعارض مع العناصر الأخرى، وبخلاف ذلك لا يمكن أن تنجح الشركة في تحقيق أهدافها بالبيع ثم تحقيق الربح. الآن ما هو الآن هذا المزيج التسويقي؟ إعادة فقط هنا، أي الآن المزيج التسويقي المنتج رقم 1، يأتي الآن السعر، عندي الآن المكان، عندي الترويج، عندنا إثبات الوجود، وعندنا الناس، وأخيرا عندنا العمليات processes. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة أحبتي حيثما كنتم، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.